الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، طيب نبدأ في الفقه. أولا، ما زلنا مع الديات والكلام على الدية، مسألة وإذا باب من تجب الدية بقتله، مسألة وإذا أسر المشركون مسلما فتترسوا به، جعلوه ترسا يعني يحاولون انقاذ انفسهم به، جعلوه امامهم ترسا فتترسوا به، احتموا به من القتل، يتقون به من الرمي ويحتمون وراءه في رميهم، فقتله رجل من المسلمين بالرمي لم يجب عليه القصاص لانه يجوز له رميهم. هو ما يرمي المسلم، هو يرمي الكفرة، فإن قتل المسلم صار ضامنا بالدية وليس بالقصاص، والدية أيضا فيها كلام، فإذا لا يختص منه لأنه ما رمى إلا الكفار وهم تترسوا به. وأما الدية فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في موضع تجب، وقال في موضع آخر لا تجب، فمن أصحابنا من قال فيه قولان، أحدهما تجب لأنه ليس من جهته تفريط في الإقامة بينهم لأنهم أخذوه أسيرا وتترسوا به فلا يسقط ضمانه، والثاني لا تجب لأن القاتل مضطر إلى رميه، لأن القاتل يريد كسر شوكة الكفار ولن يحدث ذلك إلا إذا رماهم، وبرميهم معرض المسلم إلى أن يقتل. الثاني لا تجب لأن القاتل مضطر إلى رميه، ومنهم من قال إن علم أنه مسلم لازمه ضمانه، وإن لم يعلم لم يلزمه ضمانه، لأنه يلزمه أن يتوقاه عن الرمي إذا علمه، ولا يلزمه أن يتوقاه إذا لم يعلم. قال أبو إسحاق إن عينه بالرمي ضمنه، وإن لم يعينه لم يضمنه، حملهم على ذين حالين. المعنى أنه هو يرمي يقصد الكفار، ما يعين المسلم. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم. وإن عين فإنه أضمن في هذا الباب. والصحيح أن نقول المسألة إن تترس الكفار بالمسلمين ولا فتح للمسلمين إلا برميهم، وفي الرمي متوقع أن يقتل، يرمي ويقصد الكفار، ولكن يضمن دم المسلم، لا يصح أن يكون هذا بحال من الأحوال. مسألة وإن اشترك جماعة في قتل رجل وجبت عليهم ديته، وإن اشترك جماعة في قتل رجل وجبت عليهم دية، وتقسم بينهم على عددهم، لأنه بدل متلف يتجزأ، فقسم بينهم على عددهم كغرامة المتلف. يعني لو خمسة قتلوا يعني متطرس به، فالخمسة يتقاسمون ويتحاصون الدية، تقسم على خمسة. لو قلنا 100 من الإبل، إذن على كل واحد 20، وبعضهم يعفو بقين على حصته من الدية كان له ذلك. شهد رجلان على رجل بما يوجب القتل أو القطع بغير حق مخطئين، يعني هذا كان اعتبر على الخطأ مخطئين، وجبت عليهما الدية لما ذكرناه قبل هذا في الشاهدين عند علي رضي الله عنه وأرضاه على رجل في السرقة، قطعت يده ثم جاءوا فقال له إن أخطأنا، قالت له إن أخطأنا. لا صح بحال الأحوال أن يكون دم المسلم، أن يكون لابد أن يودى. وهنا قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لابد أن شهد عنده على رجل بالسرقة فقطع يده، فجاءوا فقالوا قد أخطأنا، قال لو علمت أنكم قد تعمدتم لقطعت أيديكم. وإذا هو لو أتى به بسابح ليعلمه، إذا دفع ولده الصغير إلى سابح ليعلمه السباحة، إذا غلط عن التعليم فهذا فيه طريق التعليم، يكون إذا تلف فيه في طريق التعليم إذا فيه تفريط، وإن كان فيه التفريط يبقى يضمن العاقلة، تضمن أن هذا خطأ، قتل خطأ، ويكون عليه في نفسي في مالي الكفارة، كالمعلم إذا ضرب صبيا فمات نادى في الغالب لم يغلق إلا بتفريط من السابح، فيكون عمد خطأ. وإن أسلم البالغ نفسه إلى السابح ليعلمه، هو بالغ رشيد، فأسلم نفسه للسابح أن يعلمه فهلك فغرق، لم يجب ضمانه لأنه في يد نفسه، ولا ينسب التفريط في هلاكه إلى غيره، فلا يجب ضمانه. هذه المسألة إذا أتى زيد بابنه الصغير عمير إلى عمرو ليعلمه، وهو يؤدبه ضربه،
ضربه بالعصا فالعصا جاءت على رأسه فقتلته، وما يصير قتل حبل أحوال، والعصا يسيرة جدا كما قلت يكون عليه السلام كاتب، فيكون هنا عنده خطأ، فيكون عليه الدية والدية تكون على الآخرة في هذا الباب. مسألة: وإن كان صبي أو بالغ معتوه على حائط أو حافة نهر، فصاح رجل صياحا شديدا يعني أفزعه، وهو أصلا معتوه ما عنده تركيز، فأفزعه فسقط، ففزع من الصياح فسقط ومات، أو زال عقله وجبت ديته على عاقلة الصائح، لأن الصياح هو سبب لوقوعه. إنه الآن في مكان يعني هذا المكان على حافة ومتوقع أن يقع، على حافة متوقع أن يقع، فنقول هنا الآن في هذا الباب هو الذي يضمن، الذي استفزه، الذي يعني جعله يتحرك، فالصياح الشديد استفزه أخافه، فعليه وعلى العاقلة أوقعه أن وقع. فإن كان صياحه عليه فهو عمد خطأ، وإن كان صياحه على غيره فهو خطأ محض، وفي الحالتين يضمن. وإن كان الرجل بالغا عاقلا فسمع الصيحة فعليه وعلى العاقلة، فإن كان متيقظا لم يجب ضمانه، المسألة عنده، ولا يمكن أن يكون هذا سببا في إسقاطه، لأن الله تعالى لم يجب العادة لا معتادا ولا نادرا أن يقع. فإن كان صياحه عليه فهو عمد خطأ، وإن كان صياحه على غيره فهو خطأ محض، وفي الحالتين يضمن. وإن كان الرجل بالغا عاقلا فسمع الصيحة لا عنده، ولا يمكن أن يكون هذا سببا في معتادا ولا نادرا أن يقع رجل كبير العاقل من الصياح. فإذا مات علمنا أن الصياح وافق موته كمن رماه بثوب فمات حال غفلته فسمع الصيحة فمات أو زال عقله، ففي وجه أن العاقل الرشيد المتيقظ أنه من الصياح يمكن أن يسقط. والثاني هو قول أبي علي ابن أبي هريرة أنه يجب ضمانه، لأن الإنسان من ذلك في حال غفلته، وإن شهر السيف على بالغ أو معتوه فزال عقله وجب ضمانه، لأنه ليس بالغ رشيدا، وقد الفزع قد يجعله كذلك. الحمد لله اليوم الحمد لله أحسن من أمس بكثير. وإن جهر على صبي معتوه فزال عقله وجب ضمانه، وقال أبو حنيفة لا يجب ضمانه، الصحيح أنه يجب ضمانه، لأن الصبي قد لا يحتمل يعني بريق السيف أمام عينيه، دليل أن هذا سبب في تلفه، فإن كان متعديا ضمنت، خافت اتلفت سقط أسقطت. ودليلنا ما روي أن امرأة ذكرت فرع وإن ذكرت عنده بسوء وكانت حاملا ففزعت فأسقطت جنين الميت. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عثمان عبد الرحمن بن عوف: لا شيء عليك، إنما أنت وال ومؤدب. وصمت علي فقال له: ما تقول؟ قال له علي: إن اجتهد فقد أخطأ، وإن لم اجتهد فقد غشاك، إن ديته عليك لأنك أنت أفزعتها. فألقت، فقال له عمر: أقسمت عليك لا برحت حتى تقسمها على قومك، يعني قوم عمر. ولم ينكر عثمان وعبد الرحمن ذلك، فدل أنه راجع إلى قوله، وصار ذلك إجماعا. وإن فزعت فماتت لم يجب ضمانها، لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة، لكن الإسقاط هذا سبب له. مسألة: وإذا طلب رجلا بصيرا بالسيف ففر منه فألقى نفسه من سطح وهو يراه، أو تردى في بئر أو نار وهو يراها، فمات لم يجب على الطالب ضمانه، لأنه الذي ألقى نفسه، لأنه حصل من الطالب بسبب غير ملجئ ومن المطلوب مباشرة، فتعلق الحكم المباشرة دون السبب كما لقاف منه فقتل. طبعا هذه تطبق قاعدة عامة في مسألة النظر للسبب والمباشرة أيهما، انتهى من هذه المسألة وانظر كيف يفعل. وإن طلب أعمى بالسيف ففر منه فوقع من سطح أو في بئر أو نار فمات، فإن كان عالما بالسطح والبئر والنار فلا ضمان على الطالب المباشر والذي يحاسب لما ذكرناه في البصير. وإن كان المطلوب غير عالم بالسطح والبئر والنار، أو كان المطلوب بصيرا ولم يعلم بالسطح والبئر والنار وفر منه على سطح يحسبه قويا، فانخسف من تحته ومات، وجبت الدية على عاقلة الطالب، لأنه الذي ألجأه إلى الهرب، فصار هنا المباشر والذي يقدم على السبب يقدم هنا. وإن فر منه فافترسه سبع في طريقه لم يجب على الطالب ضمانه، لأنه لم يلجئ السبع إلى قتله، وإنما ألجأ المطلوب إلى الفرار، وذلك سبب، وأكل السبع فعل، فإذا اجتمع السبب والفعل تعلق ضمان فعل دون السبب.
لأن ما فعله الأول لا يجوز أن يموت منه. وإن زنى بامرأة وهي مكرهة فحبلت منه وماتت من الولادة ففيه قولان: تجب عليه ديتها لأنها تلفت بسبب من جهته أنه تعد عليها فيضمن ديتها. الثاني: لا تجب عليه أن السبب انقطع حكمه بنفي النسب عنه. قد نقول هو يضمن بذلك لأنه الذي تسبب في حملها، وهذا إن دل دل على مسألة نفيسة. ما هي هذا إن دل؟ هذا إن دل مسألة مهمة جدا. ما هي؟ قول فقهاءنا هنا: زنى بامرأة فأكرهها مكرهة فحملت منه فماتت بالحمل. الخلاف يضمن أو لا يضمن في هذا الباب، يضمن أو لا يضمن. هذا الخلاف أوجب لنا فهما في مسألة ما، ما هي مسألة مهمة؟ ما هي؟ الاثنين مشتركين؟ لا مش مشتركين، هو أكرهها على ذلك. طيب، التسبب مثل الفعل يعني عند مزيد الفعل، جيد، لكن ليست هذه المسألة. اللهم نسأل الله تعالى أن يفرج كربه، نسأل الله أن يعجل بتفريج كربه، نسأل الله أن يعجل بتفريج كربه. اللهم أمين رب العالمين. وأما الوالد فسلموا على الوالد، حفظه ربي. نعم، هو الإكراه يكون بفعل أو القول؟ نعم صحيح. المهم قصيدة، لا مسألة أخرى. أنا يعني إجابتكم إجابة سديدة، لكن الذي أريده هو أن الإجهاض لا يجوز، الإجهاض لا يجوز في هذا الباب. هذا يمكن يكون فيه استبعاد من الاستنباط، يمكن يكون فيه استبعاد من الاستنباط، لكنهم يرون بأنه لما قالوا دلالة أنه لا يستباح تنزيله، وهذا الحق الذي لا مرية فيه حتى وإن لم تنفخ فيه الروح. ممتازة زينب، هي قالت ذلك، أو زينب قالت عدم إجهاض الجنين، ممتاز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.